السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير القميرات اللي طلبتوني عليهم بزاف في لي كومونتير في اليوتيوب. دونك اليوم نحاطيكم الوصفة تاع هاد القميرات اللي درتهم في سميرة تي في، يعني عندهم شحال. قبل ما نبداو باش نقول لكم باللي هاد رمضان هذا ندير لكم وصفات تاع الحلويات غير سهلة، اقتصادية يعني وبسيطة. الا حبيتو يعني لي غوسيت عملو رمضان تاع اللي فات، درت لكم بقلاوة، مقروط العسل، تشارك العريان، تشارك مسكر، المشوك، العرايش، الجزيريات، درت كلش. حبيتو حاجة اللوز عاودوا لي ولي فيديو القدم. حبيتو هادو لي غاتو ساك ساهلين، راكم معايا. نبداو في المقادير تاع الوصفة. انا راح ندير نص المقادير، يعني راح ندير غير 125 غرام تاع لا مارغارين. الا حبيتو ديروا كميه كبيره ديروا 225 غرام، 250 غرام تاع لا مارغارين وضعفوا كلش. عندي 125 غرام تاع المارغارين، عندي 225 غرام تاع الفارينا، جاتني كاس معمر وكاس ابو بري شويه ناقص. عندي مغرفه بومبي يعني معمره تاع الماكله، قريصه تاع الملح، مغرفه قهوه تاع لافاني، صفر تاع بيضه ونطمها بالماء زهر. شوفوا نبدا كلش نحطو على خطره. هاي لا مارغارين، ندير البيض هو الاول قبل، ومن بعد نكمل كاع لي زانغريديون. بسم الله. هاي صفر تاع بيضه، عندي مغرفه تاع سكر غلاس، ها هي تكون معمره قلنا بيان بومبي هكذا. عندي لافاني ستار، لافاني قريصه تاع الملح، وندير ديريكتومون الفارينا. هاد الحلوه ما تجيهاش لا لوفور. فوالا هكذا. دركا نبدا نطم بشويه هكذا حتى نطمها كامل. شوفوا ولات صابلي. دوكا ندير لها شويه تاع الماء زهر، نكمل نطمها بالماء زهر حتى تولي لي اون بات هكذا. زيد شويه، ما ديروهاش جاريه ما ديروهاش يابسه. نزيد لها الماء زهر حتى واش نعرف العجينه تاعي تستحق. زيد شويه برك. شوفوا الماء زهر ما فيهش لا كونتيتي يعني لا ميزور، عينكم يا ميزانكم، غير تنطم لكم لا بات سي بون خلاص. ها هاي بدات تنطم تري بيان. فوالا شوفوا العجينه كيفاش طميتها، جات هايله على بالكم راهي تشهي هكذا. دوك نديرها في بابيي فين ونخليها ترتاح بيد ما نروحوا للعقده تاعنا. نروحوا هنايا للعقده تاعنا. شوفوا عندكم كاوكاو، عندكم نواط كوكو من المليحه، عندكم اللوز واش حبيتو ديروا. هنا عندي 3 كيلات تاني درت، ها هيك ديروا غير نص كيله تاع السكر هذه ونقصها 3 كيلات تاع كاوكاو ولا لوز ولا واش كان. هذه هي انا هنا درت الكاوكاو محمص، نديروا لافاني هكذا، وندير مغرفه نتاع المعجون فوالا هكذا. هذه نطمها بحبه بيض ولا نص حبه ولا واش كان، المهم لو فونتيي سادير كامل هكذا. كمل ديك شويه تاع السكر ماشي حاجه. فوالا قلنا 3 كيلات تاع مكسرات واش عندكم، زيدوا ديروا مغرفه تاع المعجون، المعجون ثاني واش عندكم في الدار ديروا نطمها. نروح بشويه برك بان داك الزبده في البول هكذا. طموها بالبيض خير من المزهره باش تجيكم طريه الداخل. زيد شويه تاع البيض ها
هنا هكذايا اني طميت العقده تاعي بيان. دوك تاني نديرها في البلاستيك ونخليها تريح. كي يريحوا لي لا فارس ولا بات نبدا نخدم الهليلات نتاعي. امينه دوك تقفلنا حبيبات تاع هذا القميرات فوالا. دوك حنا واش نديرو في البلان دو طرافاي؟ نديرو شويه فرينه لازم نحطو لاباط تاعنا. انا نحب دائما ناخذ نخدم بالكيس البلاستيكي ساشي تاع كونجيلاتور نورمال عادي. امينه انا درتو اليوم بالكاوكاو على جال الناس كي يحبوا الكاوكاو، مي حنا مالفين نديرو يعني صراحه درتها انا شحال خطا درتها باللوز. هو الاصل تاعو باللوز فوالا. و لي كومونتير بزاف لما يقولوا لنا ديروا لنا حشت الكاوكاو واش عليه حشت الكاوكاو صافي. الوصفه تاع اليوم دارتها لهم بالكاوكاو. حنا رانا نديرو كيف يقولوا متناول في متناول الجميع فوالا. هايلك لاباط ما نحلوهاش رقيقه بزاف ما نحلوهاش خشينه نورمال كيما نحلو تاتشالات العريان كيما نحلو تاتشالات المسكر. عندنا لومبورتو بياس نيميرو 90 معناتها القطر تاعو هو 9 سنتيمتر. هايلك واش نديرو نطبعو دائره يعني هادو الحبات كيفاش نقتلوهم. لافارس ناخدو من 15 حتى ل 18 غرام. انا ما نزيدش عيني مزيان كيما راني شواقه ندير حاجه اخرى. قولي له ما ندير حاجه اخرى. نعم ماما. ود كيما راني شواقه ندير حاجه اخرى. انا نوجدو في الفطار كيفي وحده تصور. هايلك نديرو من نصف تاع الدائره من بعد انا حنغلقو الحبه. ها هي هايلك خدمو الشقيق بيديكم خاطش لاباط الله يبارك راهي مبصه. نحو هذا زياده ونفورميو الحبه بيدينا عندكم بهاد زوج صباعتين. امينه اللي ما عندوش اون بورتو بيس كي يغطيوها تاع بويطه ولا انا قلت لهم ياخذوا الدائره تكون القطر تاعها 9 سنتيمتر. وهنا نفورميو القميرات تاعنا. نحب نسهل كلش نحب نسهل. سي نورمال اللي ما عندوش الحاجه في الدار لازم تاني هما يكونوا شاطرين يعرفوا كيفاش يسلكوا راسهم يتحايلوا. هاي ليك الحبه تاعنا ها على شكل قميرات. ديك الحبات تاوعنا حنا كملناهم. دوكا واش نديرو؟ ندوهم للفوغ يطيبو بيان سور اللي كنا سخناه من قبل وديروه 170 درجه. هذه هي من بعد نعاودو نولو باش نكملو لا سويت ان شاء الله. هاهم ليك الحبات تاعنا بعد ما طابو طابو ما شاء الله. هاي ليك مبيحه اي كلات حبه امينه. وديت ب هذاك المعجون غتشوف المعجون تاع المشماش. نحب تاع المشماش باسكو شويه حامض دونك الا ان بو اسيد ميم الذوق تاعو يجي بزاف بنين مع الكاكاو خير من هاوليك نقطرو هذا كامل لي بزاف. من بعد نتوما الكاوكاو خذو بشويه باش ما تفسدوهش. هاوليك هاكا من بعد هاديك الحبه نقلبوها نزيدو نسلموها بيدينا. شوفوا نتوما في لي كومونتير قولوا لي اسكو لا ريسيت تستحق التجربه ولا لا. لا هاي ليك شكون اللي قالتك واش ليها بابا نجمه قالت لي كنت دايره به تير كل عيد وراحت لي لا ريسيت. امينه تعيشي عاودوا صوروهم لنا. هاني بابا نجمه عاود صورتو ان شاء الله ليها ولي زابوني تاعنا كامل ان شاء الله. هذه طريقه كيفاش نديروا الكاوكاو. دوك انا راح نكمل تاع الكاوكاو من بعد نوريهم الطريقه تاع السكر تاع السكر. دوك انا راح نديرو تاع السكر. انا واش درت هنا؟ درت الماء زهر. دوك ندير له هكا اون كويير تاع السكر نخلطها مليح ندوبها لداخل من بعد نبدا نسكر. هذا ماما يخي كيما دائما نقول لهم هذا تاع بيت بيت اللي يسحقوه اليوم للغدوه تاع 3 ايام ولا واللي يحبوا يخبوه كيما تقولي انت باش يضاين يديروا ان سيو يطيبوا الشربات يديروا كيلا تاع السكر بزوج كيلات تاع الماء يخلوها تغلي. كي ترفد الغليه يعني واحد 13 مينوت هكذاك ترفد الغليه تغير تغلي برك تطفيولها. هذه هي ومن بعد يكملوها بالماء زهر شويه تاع الماء زهر ويبداو يسكروا عادي. هكا انا ني دوبت السكر دوكا مع الماء زهر فوالا. هايلي دخلوا بسم الله الحبات تاعنا خلوهم يشربوا شويه باسكو لا باتاين بصه. من بعد نقلبوهم هنا في صوبانا. هايلي دني شويه امين فوالا باش يشربوا برك هادي. هادوك ديرهم امينه كاع في الشربات من بعد ديرهم تسكر نغطسهم في السكر.
القميرات تاعنا راهم واجدين كيما راكم تشوفوا فيهم، رانا النص سكرناه ونص درناه بالكاوكاو بالمعجون كيما وريت لكم. هاهم شوفوا هنايا، شوف الله يبارك يتفتت وحده. كي نقول لكم بنا بنا فوالا، باش ما تقوليش مدام دلهم راكي ما قسمتيناش وما وريتيناش، فوالا راكو تشوفوا يدوب وحده. هذه هي والوصفه سهله واقتصاديه في تناول الجميع. فوالا هذه هي من الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما عليا غير نقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.